السلام عليكم بنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما في احسن الاحوال. كيف ما تعودتكم دائما نجيب لكم الجديد كيف ما كانوا جلي البنات. البنات دائما كنقول لكم دائما دوزوا عندي الانستغرام، ما تنساوش واحد الفولو اللي كان الانستغرام ديالي باش نبقاو على تواصل دائما. واللي بغات تسولني مرحبا بها، راه دائما كنخلي لكم انستغرام هو هذا اللي في الشاشه اللي كتشوفوا اسرار فاشن. غتدخلوا غتدخلوا عندي نيشان، اي حاجه عجبتكم غادي نقول لكم لاباج اللي كتبيعها. بحال هاد الكسيوات اللي جبت لكم اليوم راهم كاينين في لاباج ديال دريسا ستايل. غتدخلوا عندها راهما متوفرين، هادشي كامل اللي مصوره لكم هنا راه غتجبروهم عندها. واي سؤال البنات دوزوا عندي الاسرار فاشن الانستغرام راه غادي نجاوبكم ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا موديلات غزالين دابا اللي متوفرين كاملين، قلت لكم راهم متوفرين عند الطلب. كيف ما كتشوفوا هاد لي غوب لي طوالين ديال المحجبات والغير المحجبات، كيف ما كنقول لكم دائما مستورين زوينين تركيين البنات. الحاجه كاليتي كيف ما كتشوفوا، ومنها عاوتاني اللي كيشوف كاين اللي كيشوف غير التناسق ديال الكسيوات او لا الحويجات اللي كيلبسوا فقط كياخذ غير فكره، وكاين اللي كيبغي يطلبهم. اللي بغى يطلبهم كما قلت لكم دخلوا لعند دريسا ستايل، راه غتلقاو عندها هادشي متوفر حقاش. يلاه صورته من عندها كيف ما كتشوفوا. هاد الكسوه هذه اللي طويله دابا واللي هما مودر دابا خارجين دابا، راهما متوفرين يعني في كلشي، كلشي اللي زعما البوتيكات دابا او المحلات راهما متوفرين، لان حتى المحلات ديال هنا ديال المغرب راه كيجيبوا هاد ستايلات ديال المحجبات وحتى الغير المحجبات كتلقاو عندهم هاد الكساوي هادو الطوال، لانهم كما قلت لكم هما اللي دارجين على الموضه دابا وهما اللي خارجين هاد الصيف. فهنا جبت لكم اليوم شكيلات بزاف اختاروا، وفي نفس الوقت تاخذوا فكره على التناسق ديال الصباط والصوياك واللي كيدير الفولار هكا، الفولار شمن اللون اللي غيجي معاها، فكتاخذوا فكره. هنايا كاين هذا اللون، هذا البيس هذه الكري عجبتني بزاف صراحه، سامبل وطويله مستوره، السروال ديالها حتى هو كيجي واسع. كاينه هذه اللي كتجي بحال العبايه البنات، كتجيب التحتاني ديالها كيف ما كتشوفوا كيجي الفوقاني، فهي اخترت تعمل كل شيء بالاسود. وكذلك هاد الكسوه هذه اللي كتجي طويله كيف ما كتشوفوا، اللوينات فيها باردين وكتجي مستوره وكتجي طويله حتى لتحت، وفيها لي طاي كيف ما كنقول لكم، وتشد هنا هاد الفولار صراحه عجبتني بزاف، جات سامبل ما فيهاش تعقيدات. ها هي في اللوين هذا ديال الخضيدر بارد. فهنا حتى اللون جا مناسق مع الكسيوه كيف ما شفتوا، وقلت لكم كتجي واسعه وفيها لي طاي كاملين. والشال نتوما كتختاروا يا اما يصيفطوه لكم معهم ولا تشريوه لراسكم. كذلك كاينه هذه كيف ما كتشوفوا اللي كتجي بهذيك الفوقانيه طويله، الكابا طويله وكتجي من السروال من التحت، والخرسي او التريكو اللي كيجي من التحت كيجيو فيها 3 بياس. كاينه هذه عاوتاني هذا الشكل زوين اللي كيجي في الاسود. هنا ما دخلتش عليه الالوان. وكاينه هذه الزرقاء هذه اللي كتجي كسوه، وفوقها هاد الكابا هذه اللي كتجي طويله حتى لتحت، تقدروا تلبسوا الكسوه بوحدها اولا ديروا فوقها هاد الكابا، وتقدروا هذيك الكابا ديروا معها حتى السروال والبودي وتشدوها. المهم تيبقى لكم الاختيار فقط. هنا الانسان كياخذ فقط واحد الفكره على اللباس والتناسق ديال اللباس، فتا هو راه كيجي راقي جدا وكيجي انيق في اللبسه. انسان اللي عرف كيفاش يتول راسو في اللباس ديال الحجاب واسع، ويعني ما كيبينش المفاتن ديال المراه، كيجي مستور كيف ما كتشوفوا فضفاض، كيجي كلاس كما قلت لكم. هذه حتى هي عجبتني بزاف كيف ما شفتوا، اللي كتجي في هذا البلومارين والخضيدر، فالساك والصباط درتهم في البلومارين. وهذه كذلك راه السروال ديالها فضفاض كما قلت لكم، دائما راه موجودين فيهم الطايات. هاد الكسيوه هذه اللي غتبان لكم دابا حتى هي هذه فحال اخرى اللي دوزنا، غير الزواقه اللي مبدله.
كذلك كاين هذه، انا ما كنبغيش ندير لكم الفيديوهات، كندير لكم هكا صور باش كنختصر لكم شويه وكتبان لكم الصوره مزيان. كاينه هاد العبايه هذه كيفما كتشوفوا، هي كسوه وهي منها بحال عبايه، كيجي فوق هذاك البوسليم، كتجي طويله حتى لتحت، كيجي فوق هذاك البوسليم حتى لتحت من فوقها. دائما هنا الاسود كنلاحظ بان يعني اخترت لكل شيء في الاسود، يعني ما كتفتحوش بشي لون اخر. كاينه في هذه في البلو مارين اللي كتجي القميجه او الشوميز، وكيجي معها السروال ديالها فضفاض. هاد الكسيوه هي كتجي حتى لتحت، كتجي شويه صغري، تقدروا تاخذوا لاطاي شويه كبيره باش تجيكم فضفاضه، كتجي على القياس كل واحد والقياس ديالو. كاين هاد الكسيوات هادو حتى هما كيجيو صراحه زوينين بزاف، كيجيو واسعين في الالوان، موجودين متوفرين، راه موجودين البنات، والثمن ديالهم ماشي صراحه ماشي غالي، تقدروا تكومونديوهم وكيوصلوكم حتى للباب، حتى للباب كيوصلوكم. وهادو راه تركيين البنات، دائما كنقول لكم هذا لباس تركي، يعني الجودة كتكون صراحة زوينة 100%، حتى التوب كيكون واعر، ما كيكونش هذاك التوب السواقي. وكاينين هادو اللي كيجيو بالسروال ديالهم، هادو عجبوني صراحة، زوينين بزاف، كيجيو فضفاضين مريحين، تلبسيهم مع البلا هكا صبيبطات بلا او لسنيدلات بلا، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو واسعين مريحين في هاد الصيف اللي جاية. تقدروا تلبسوهم هكا مع لي شال، الشال او السبنيه، فهما راهم زوينين كما قلت لكم في الاشكال والانواع، تقدروا تسدوهم تقدروا تخليوهم مفتوحين، مهم كيف ما درتو ليهم راهم كيجيو زوينين بزاف. ما تنساوش البنات دوزو عندي الانستغرام، ما تنساوش فولو للصفحه ديالي، الله يرضي عليكم، باش هكا نبقى ننزل لكم تما احسن، فتما غادي نقدر نجاوبكم ونقدر ننزل لكم حتى الصفحات اللي كناخذ من عندهم، ونقول لكم حتى الاثمنه، يعني غتمشيو نيشان، ونقول لكم يعني حتى التعامل او اللي كيصيفط السلعه مزيانه غادي تمشيو نيشان. ما تنساوش البنات ديروا لي فولو الانستغرام، الله يرضى عليكم. هذه راه صورت لكم فيها في الالوان ديالها، هذه بحال الاخرى، الاخرى كتجي مسدوده وهذه كتجي بالعقيدات حتى لتحت، كيجيو صراحه زوينين ومستورين كيف ما قلت لكم، كيجيو غير دو بياس، فهذاك التحتاني تقدروا نتوما كيما قلت لكم تسدوها وديروا اللي بغيتوا، اللي بغى يحلها راه ضروري ما غيشري لها التحتاني ديالها. خليتكم على خير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم دائما كيما قلت لكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وما نكرهش جيم البنات الله يرضى عليكم، باش دائما توصلوا بالجديد.